من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. يقول الإمام رحمه الله ابن عاشر: شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف، وغير ذي فسق ولحم واقتداء، بجمعة حر مقيم عددا، ويكره السلس والقروح مع بذل لغيرهم ومان يكره ذع، وكالأشل وإمامة بلا رذا بمسجد صلاة تجتلى، بين الأساطن وقدم الإمام جماعتون بعد صلاة التزام، ورطبون مجهول أو من أبنا، وأغلفون عبد خصي بن زنا، وجزعين نن وأعمى الكانو، مشدمون خفا وهذا الممكن. يعني الإمام ابن عاشر ما تكلمنا على الباب ديال الجمعة في الدروس اللي دست، وفهمنا الشروط ديالها وفرائض ديالها والسنة ديال الجمعة. اليوم سنتكلم عن باب من أبواب الفقه، وهو الباب ديال الإمام. معنى كيف هذا الإمام هذا اللي غادي يصلي بينا ونحن نقتدي به هو الإمام ديالنا، ما هي الشروط اللي خصها توفر في هذا الإمام اللي غادي يكون إمام ديالنا يصلي بنا، يكون واسطة بيننا وبين ربنا. لأن الإمام عنده مكانة كبيرة جدا يعني في الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. معنى هذا ما جاش بالوسطة ولا يعني بالمحسوبية ولا معنى هذه مسألة دينية شرعية. مع الأسف هذا المعيار اليوم في عالمنا اليوم الإسلامي ما بقاش هذا المعيار، ولذلك الأمة تأخرت. ما دام ما بقاش هذا المعيار ديال الإمام، يعني كل من هب وذب يدعي أنه إمام، كل من قرأ يعني سنة أو سنتين يصبح كما يقولون شيخ الإسلام، خصوصا في أوروبا يصبح شيخ الإسلام يفتي للناس. فلذلك هذا المكانة هذه مكانة الإمام مكانة عظيمة. طبعا الإمام رحمه الله لما تكلم على هذه الأبيات على الشروط ديال الإمام، يعني وبعض ما يتعلق بالجماعة ديال المسلمين كيفاش يصلوا مع الإمام، معنى تكلموا وقال بأن الشرط ديال الإمام كينقسم إلى قسمين. يعني الإمام عنده جوج يعني شرطين: شرط صحة، وشرط يعني هذا الشرط ديال الصحة على قسمين، يعني شرط صحة وشرط كمال. معنى الشرط باش تكون الصلاة صحيحة ولا، وشرط كمال. هذا الكمال يمكن إذا ما كانش متوفر في الإمام هذا الشرط هذا يمكن يصلي وراه، وهذا هو اللي غادي نتكلم عليه. لكن الإمامة هذه معناها في اللغة، الإمامة هي من أمنا من تقدم أمامنا، اللي كيتقدم قدام كنسميه إمام وحنا تابعينه، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لكن الإمامة قسموها العلماء إلى أربعة أقسام. كاين إمامة وحي وهي النبوة، معنى الإمام النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام، ولكن إمام بماذا؟ بالنبوة، لأنه نبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وإمامة وراثة وهي للعلماء، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا.
إمامة مصلحة، هذه الإمامة هي المصلحة، إمامة المصلحة هي إمامة العظمى أو الإمامة الكبرى، وهي الحكم الذي يأم الناس، يحكم الناس ويسير الناس، فهو إمام الحقيقة. لكن هذه الإمامة هذه سماها اسم يعني العلماء الفقهاء قالوا بأنها هي إمامة العظمى أو الخلافة الكبرى، لأن الإمام اللي هو في الحقيقة يكون يحكم الناس يستطيع أن يخطب في الناس، يستطيع أن يصلي بالناس، وهو أولى بالصلاة من غيره. إذا ذهب إلى مدينة من المدن التي يحكمها فهو أولى، فلا يحتاج أن يعرفه الناس ويقول من هذا ومن هذا، فهو معروف. والخطبة قديما كانت يعني في الخلافة ديال المسلمين، خطبة ديال الجمعة كانت تسير الناس، تتكلم على شؤونهم الدنيوية، يتكلم الحاكم في خطبته في مسائل السياسة، في مسائل الصحة والحرب، في مسائل يعني التسيير، في مسائل الاقتصاد، في مسائل الجيوش، في مسائل كل، كانت يعني الخطبة أن يعني ما كانتش مقتصرة فقط على كما يقول بعض الفقهاء الاستنجاء والتيمم، أنا كيفاش نتوضأ وكيفاش ندير الاستنجاء. كان اليوم هذه المسائل هذه نقصت وأصبح يعني الخطبة في جانب واحد. وكاين الإمامة اللي هي الرابعة، إمامة عبادة، إمامة ديال العبادة، هي هذه اللي احنا بصددها، تكلموا عن الإمامة ديال العبادة، الذي يؤم الناس في الصلاة، يؤم الناس في الركوع والسجود، يؤم الناس أن الناس يأتون إليه ليستفتوا مسائلهم. هذه الإمامة ديال العبادة هي اللي تكلم عليها الإمام. وهذه الإمامة ديال العبادة كيعرفوها الفقهاء قالوا هي صفة حكيمة توجب لموصوفها أن يكون تابعا لا متبوعا. هذه يعني صفة، ما نقول هذا إمام عنده واحد الصفة، وهذه الصفة هذه توجب له أي للإمام أن يكون هو تابعا لا متبوعا، يعني لما يتقدم قدام الناس ما يصبحش عنده شك، يقول له ودي واش انا في الركعه الثانيه ولا الثالثه، وتصبح الصلاه ديالو كلها اذا وقع للامام يعني هذا الخطا مره ولا هذا ما كاين مشكله، ولكن يصبح طول الحياه ديالو هو عنده شك، بمجرد يقول الله اكبر يقول له ودي واش تشوف واش طلع ولا واش طلع ولا نزلوا، لما يقول الله اكبر كيشوف اللي حداه بعدا واش هذا. فاذا اصبح الامام بهذا الشك انه هو الذي يقتدي بالمتبوعين هذا لا يجوز، لأنه أصبح عاجزا، والعجز كما يكون يعني بالصحة أن يأتي بالركوع والسجود يأتي بالفكر. إذا عجز الإمام عن أن يكون هو التابع ليس المتبوع فيجب عليه أن يتخلى عن مكانته لإنسان آخر عاقل. احنا قلنا إذا كان مرة في شهر ولا شهرين وقع لك هذا الشيء ما كان مشكلة، ولكن عندما تصبح عادة مضطردة في كل وقت، كل صلاة تدخل فيها كتبقى أنت تسير الناس، لا ما يجوز. إذن هذه الصفات الأربع ديال الإمامة هي حصلت لرسول الله، سيدنا رسول الله كان عنده الصفات الأربعة كلها، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الإمامة ديال الوحي أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده الإمامة ديال العلم، الله سبحانه وتعالى قال له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكانت عنده يعني الإمامة ديال المصلحة لأنه كان يعني أنه كان حاكما، كان يحكم بين الناس في المسجد، كان قاضيا وكان يعني يسير الجيوش ويكون في الحروب صلى الله عليه وسلم، شيء بقى في الصلاة. وكان إماما، وكان رسول الله وحصلت له إمامة العبادة لأنه كان يصلي بالناس. طبعا هذه الصفات الأربعة معناها ما يمكنش يجتمعوا في أي إنسان، إما أن يكون حاكما ربما ما يكونش إمام، وإما أن يكون إماما ولا يكون حاكما. والمسألة ديال النبوة فراه ما يقدرش يصليها الإنسان هذه المسألة باش يكون نبي، هذه مسألة من الله، الله هو اللي كيختار الأنبياء والمرسلين
من عنده بدون أن يقرأوا، بدون أن يتعلموا، بدون أن يعبدوا، بدون أن يكون عندهم زهد. باش يقول لك الإنسان أنا غادي نكون زاهد في الدنيا حتى وصل لدرجة النبوة، هذا من الله. الله أعلم حيث يجعل رسالاته، الله أعلم حيث يجعل في قراءة رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الاصطفاء هذا ما كيكونش بالبوط، يعني احنا نبوطيو على واحد الانسان نقول له انت راك مختار، هذه مساله فروغ من هذه النبوه والرساله. ولو كانت يعني النبوه والرساله كتجيب الاصطفاء من البشر، كثير من الناس في العهد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بغا يكونوا انبياء، وكان اليهود والنصارى في خصوص اليهود يقول لهم بانه غادي يجي منكم نبي من العرب، وهذا النبي اسمه محمد. كانوا كيقول لهم لان العرب كانوا اميين، والذي بعث في الاميين ما كان عندهم لا كتاب ولا شيء، لكن اليهود كان عندهم كتاب. يقولون لهؤلاء العرب غادي يجي منكم واحد النبي هو اخر الانبياء واسمه محمد. فعندما سمع العرب بذلك كل واحد زاد له ولد كيسميه محمد، لكن لما كيسميه محمد كيتسنى باش ينزل عليه الوحي، ما ينزلش الوحي هذا ما ينزلش عليه. حتى قال المؤرخون قال لك بان الناس اللي تسموا قبل النبي باسم محمد سته، وكلهم تسموا بهذا الاسم هذا اللي ربما ينال هذا الشرف وهذه المرتبه ديال النبوه، لكن ذلك لا يكون ابدا باختيار من الاب ولا من الام ولا من المجتمع، هذا من الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني احنا اليوم سنتكلم عن الامامه ديالاش، الإمامة ديال العبادة. ولما نتكلموا على الإمامة العظمى عندها شروط حتى هي، الإمامة ديال العظمى الفقهاء تكلموا في المسألة هذه، يعني الحاكم الذي يحكم الناس كيف المواصفات ديالو، ما هي المواصفات؟ لا بد أن تكون فيه مواصفات وإلا يكون العزل كما كنسمعوا دائما. هذا الفقهاء رحمهم الله داروا أبواب في كتبهم في الفقه أو الكتب الكبيرة فيما يخص يعني الإمام الأعظم الذي يحكم الناس، ما هي الشروط، ما هي المواصفات، وكيف يكون، هل يحكم يجوز أن تحكم المرأة أم لا تحكم، هل يجوز أن يكون الأم يحكم على يعني الناس العلماء والأمة الإسلامية. فهذا فيه كلام إن شاء الله غادي نجيو نتكلموا عليه. طبعا اليوم سنتكلم عن هذه الشروط، كما قلنا شروط ديال الإمام ديال العبادة، الإمام اللي غادي يأمن الصلاة ديالنا، اللي غادي يكون واسطة بيننا وبين ربنا. لأن علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام لماذا؟ ليؤتم به. جعل الإمام أمامكم ليقتدى، ليؤتم به أي ليقتدى به. إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فقلنا بأن الشروط ديال الإمام على قسمين، شرط صحة وشرط كمال. ما نقوله شرط صحة، إذا لم تتوفر هذه الشروط ديال الصحة فيه لا تصح الصلاة، الصلاة باطلة. الشرط ديال الكمال إذا لم توجد فيه يمكن نصلي وراه. فلذلك قالوا أن عدم ذلك الشرط إن عدم من الإمام شرط صحة بطل الاقتداء به، وكانت الصلاة خلفه باطلة تعاد أبدا. يعيدها الإنسان ماشي غير خرج الوقت ديالها ولا ما خرج، يعيدها أبدا. وشرط كمال معنى لا تبطل الصلاة بفقده، إن فقده هذا الإمام فقد شرط كمال فلا تبطل الصلاة وراءه، ولكن إن كان من هو فيه شرط الكمال فهذا هو الأحسن. فأول الشروط من شروط الإمام شروط الصحة أن يكون الإمام ذكرا، أن يكون ذكرا. فلو فرضنا أن الإنسان صلى وراء امرأة، صلى وراء امرأة، فيعيد الصلاة أبدا سواء خرج وقتها أو لم يخرج. لا يجوز للرجل
أن يصلي وراء المرأة باش تكون المرأة إمامة. هذه ما كاينش في التاريخ ديال المسلمين إلا إذا كانت المرأة مع المرأة، هذه مسألة أخرى. ولكن إحنا كنتكلموا على هذا الرجل باش الرجل يصلي وراء المرأة، هذه راه ما كاينش في التاريخ الإسلامي، ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء ولا من العلماء. الكتب ديالنا القديمة ولا الحديثة، فمن صلى وراء امرأة وهو مقتد بها فقد بطلت صلاته، فيعيد الصلاة أبدا في كل وقت وحين في كل زمان. هذا ماشي تنقيس من قدر المرأة، إنما هذا تكريم للمرأة، ماشي يعني لما الإسلام يقول لك ما تصليش وراء المرأة إذا المرأة هذه إذا ماشي بنادم. لا، يعني المرأة يجوز أن تكون إمامة للنساء، تصلي بالنساء ما كاين مشكل. ولكن لما يصبح يعني المرأة تخطب في المسلمين وتخطب على الرجال وتصلي يعني في المسجد بالرجال والنساء، فلم يثبت في التاريخ الإسلامي أبدا، ولم يقل أحد بهذا من العلماء. ومن وحتى لو اجتهد أحد في عصرنا وفي وقتنا وأفتى للمسلمين بأن تكون المرأة هي الإمام تصلي بالرجال، فهذا كلامه مردود عليه، لأنه خالف بذلك الإجماع، خالف بذلك الإجماع. احنا سمعنا في الأخير يعني ربما سمعته في الأمريكان أنهم جاءوا بامرأة وصلت للرجال والنساء في يعني والرجل يصلي حذاء المرأة ويعني وهكذا، وصلوا في الكنيسة وصلت بهم وخطبت في الجمعة، خطبت بهم الجمعة، وجاءوا بها يعني في القنوات باش يبينوا بأنهم بغا يكسروا واحد الحاجز اللي هو عند المسلمين. ونقول لهؤلاء الناس بأن هذا دين، والدين هذا ماشي مسألة فيه يعني يلعب الإنسان به ولا بعقول الناس. المسألة هذه وفعلا ما رد عليها المسلمون، مشات إلى مزبلة التاريخ، يعني ما بقى أحد يتكلم عنها. ولو كان ردوا عليها كما فعلوا لسلمان الرشدي وغيره لقامت القيامة وكتبوا وقالوا شوف المسلمين هم ضد المرأة وضد كذا وضد كذا، فمن الأحسن أنه لا يردوا عليها أبدا. المسلمات النساء يردن على هذه المرأة فقط، لأن هذا إحنا مسلمات وديننا يأمرنا بهذا، وإحنا مدام الله أمر بهذا فإحنا مطلوب منا باش نطيعوا الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني بعض المرات كيختبرونا بعض الحويجات ذلك حاجة، هذه كيختبروا العقلية ديال المسلمين، شوفوا الفكر ديالهم، المستوى ديالهم، النيفو ديالهم. فبعض الأحيان الناس بعض الأحيان ما يستعملوش العقل، صبح مظاهرات صبح كذا، فكيصوروا المسلمين ويقول لهم شوفوا احنا دائما كنقول لكم بأن المسلمين ضد المرأة، فعلا هم ضد المرأة. لا، احنا ماشي ضد المرأة، المرأة نديروها فوق الرز ديالنا، ولكن في الدين في الصلاة تكون كما قال النبي خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف النساء وخيرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وبالعكس الحديث ده سيدنا رسول الله. فلذلك ما يجوز الإنسان، هذا شرط صحة أيها الأحباب. فإذا صلى رجل وراء امرأة فصلاته باطلة أبدا. والشرط الثاني أيها الأحباب يعني والتكليف الأخير، يعني الشرط الثاني هو التكليف، يعني أن يكون هذا الرجل الذي نصلي وراءه أن يكون مكلفا، مكلف يعني عاقل وبالغ في الصلوات المفروضة. أما في الصلوات ديال النافلة فيجوز أن نصلي وراء الصبي، يعني الصلاة ديال النافلة بحال التراويح بحال التهجد، كان عندنا شاب صغير حافظ القرآن الكريم يجوز نقدموه يصلي بينا ما كاينش مشكل. ولكن في صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فلا بد أن يكون من يتقدم أن يكون بالغا. والبلوغ الشروط ديالو شنو هما؟ البلوغ هو أن يصل الإنسان 18 سنة، أو أن يخرج منه المني، أو أن يكون عنده انبات الشعر، أو يعني الشروط اللي تكلموا عليها الفقهاء. إذن الذكورة والتكليف، فلا
يجوز أن يصلي الإنسان وراء من كان امرأة، ولا يجوز أن يصلي الإنسان وراء صبي. الصلوات المفروضة ولكن المرأة كما قلنا يجوز أن تأم النساء، ولم يأخذ بذلك أكثر العلماء يعني في المذهب المالكي. المذهب المالكي قالوا حتى النساء من الأحسن يصلوا فرادى ما يصلوش جماعة، لكن عندما نقول أنه لا يجوز للرجل أن يصلي وراء المرأة إذن اليوم كاين مشكل من الخنت، المشكل ما يسمى عند الفقهاء بماذا؟ الخنت المشكل. الخنت المشكل هذا إنسان ليس رجلا وليس امرأة. لما تحطوا مع الرجال راه رجل، ولا تحطوا مع النساء هذه مشكلة. هذا ما يسمى عند الفقهاء بالخنت المشكل. ربما حتى في الأعضاء التناسلية ديالو الدخل يعني ماشي بحال الرجال وماشي بحال النساء، عنده مسائل أخرى. كاين بعض الناس اللي خلقهم الله بهذا الشكل هذا. فإذا كان الإنسان هذا خنت مشكل يعني يغلب عليه الأنوثة أكثر من الرجولة فلا يجوز، وإذا كان عنده الرجولة أكثر من الأنوثة فهو يجوز. ولكن اليوم راه أصبحت مشكلة، اليوم واحد يتزوج واحد راه مشكل. فقال العلماء رحمهم الله إن حكم لهذا الإنسان هذا الرجل الإمام بحكم النساء، ما حكم عليه بحكم النساء التكسر والكلام وبالمشية وإلى آخره، وهو يميل إلى النساء أكثر من الرجال، فهذا يعيد الصلاة أبدا. معنى من صلى وراءه يعيد الصلاة أبدا. ولو حكم له بحكم الرجال أنه تغلب عليه الرجولة أكثر من الأنوثة لم يعيد، إذا صلى الإنسان وراءه لم يعيد الصلاة، هكذا قال ابن عرفة. فالمشكل كما يقول الفقهاء مشكل. وقال ابن بشير كالمرأة ولذا لم يرد في الولاء شيئا. الشرط الثاني من شروط يعني الصحة أن يكون مكلفا عاقلا بالغا، مكلفا عاقلا بالغا، مكلف يعني يوصل 18 عام، يعني مكلف بمعنى أن يكون عاقلا عنده يعني عارف اش كيدير، ما يكونش مجنون. إذا قدمنا واحد إنسان مجنون لا يفرق بين هذا وهذا، وبعض الأحيان لما حتى يدخل في الصلاة أنت تركع وتسجد ويحل الباب يخرج بحال يحل الباب يخرج بحال ويخليك تماك هذه مشكلة. إذا كان الإنسان هذا مجنون تأتيه بعض العوارض، هذه العوارض تأتيه فلا يفرق بين هذا وذاك، ولا بعض الأحيان يجيه واحد النكتة في المخ دياله ويضحك وإلى آخره وأحواج كثير يعني. فهذا المجنون لا يجوز. ولا سكران معناه شرب الخمر وهو سكران غايب العقل دياله. أما إذا كان يسكر يشرب الخمر ولكن في حالة الصلاة يعني ما كنقولوا حنا راه شاد في روحه، هذه مسألة أخرى غادي نتكلموا عليها. لأن الفسق هذا هل هذا الفسق هذا واش هو يتعلق بالصلاة داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ فقهاء أغلبهم قالوا أن يكون الفسق داخل الصلاة. إذا شرب الخمر وقال لك ودي معليش تقدموا استووا وسكران يعني هذه مشكلة يعني. أنت تعرفوا بأنها لو حتى الإمام تو خصم قام يقول ينفخ كل صلاة خصنا نجيب واحد ذاك هذاك ينفخ نقول له ودي نشوف الدقري دارك عشان البالو هذا نقول له شنو درجة عندك وشحال عندك من دقري، وإلا فات واحد لليميت نقول له ودي ارجع الله شوف شي واحد اللي عقل. فإذا سكر الإنسان أو شرب الخمرة وغاب عقله فلا يجوز أن يتقدم ويصلي بالمسلمين، لأن ذلك يعني فاقد العقل. ولا الصبي اللي بقي ما بلغش أعاد أبدا. فإذا صلى الإنسان وراء إنسان غير مكلف وغير عاقل ومثلا مجنون وسكران وصبي غير بالغ أعاد أبدا، يعيد الصلاة أبدا.
علاش؟ لأن هذا شرط صحة، شرط صحة. الشرط الثالث أيها الأحباب أن يكون قادر على أدائها، أن يكون الإمام قادرا على أداء الصلاة، بمعنى قادرا على بالقراءة وبالركوع وبالسجود وبالقيام من الركوع، يعني ما غاديش الناس يبقوا يسبقوه لأنه عاجز، إذا غادي يوقف خصو خصو 5 مينوت باش يوقف، وإلا بغى يسجد خصو، فيصبح الناس يسبقونه بالركوع وبالسجود والقراءة وإلى آخره، فهذا عاجز. ولا مثلا واحد الإنسان يتيقن من نفسه أنه لما غادي يصلي بالمسلمين غادي يصلي ركعة ولا يستطيع أن يكمل، هذا عاجز، مع أنه يجوز إذا وقع له حادث أنه يصلي جالس، وغادي نتكلم على هذا. ف يعني الإنسان لما يقدرش يأتي بالصلاة بأركانها من القيام والركوع والسجود ونحو ذلك، فلا يصح ائتمام القادر على ذلك بالعاجز. ما أنا قادر وقف باش يقدر يصلي، ما يقدرش يصلي بالعاجز الذي عاجز. وأمه عن الجالس، يجوز أن يؤم الجالس بالقادر بعذر، وهذا العذر قالوا الفقهاء في المذهب المالكي بالعذر مثله، أن يكون ذلك الإنسان الذي غادي يصلي وراك بحالك، بحال الإمام، بحال هذا، فهذا يجوز. وإنما نتكلم على هذا الشيء أيها الأحباب، إحنا كنتكلموا على المذهب المالكي، ما غاديش نتكلموا على المذاهب أخرى، لأن كاين أقوال اللي هو يجوز أن يصلي الجالس بالقائم، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه قوم قياما، قوم قيام، ولكن المكان ديال الرسول لأنه نبي، وليس هناك من الذين صلوا وراء الرسول، ما كاينش واحد فيهم اللي احسن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن عرض للإمام، معناه إذا كان الإنسان متيقن من نفسه وعني وغادي يكمل الصلاة من أولها إلى آخرها، ولكنه في وسط الصلاة عجز، في الحالة هذه هذا حكم آخر، يستخلف، يستخلف واحد من الجماعة باش يكمل بالمجموعة الصلاة، ويرجع هو الصف مع المسلمين ويصلي مأموما. الرابع أن يكون عارفا بحكم الصلاة، هذا من الشروط ديالاش ديال الصحة. احنا قلنا الصلاة باش تكون صحيحة وراء الإمام عندها 5 شروط. الشرط الأول شنو هو؟ أن يكون الإنسان ذكرا. الشرط الثاني أن يكون مكلفا. الشرط الثالث أن يكون قادرا على أدائها. الشرط الرابع أن يكون عارفا بحكم الصلاة، أن يكون عارف حكم الصلاة، عالما بما لا تصح به الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا به من القراءة، خصو يعرف شنو اللي فرض شنو اللي سنة وشنو اللي غادي تصح الصلاة ديالي وشنو اللي يبطل الصلاة ديالي، وإذا وقع علي شيء زيادة ونقصان كيف ندير، ما هو الحكم ديالي. معنى في القراءة كذلك ما يكونش لحم، يعني في القراءة في الكلمة فآيات من القرآن الكريم، فلذلك الفقهاء قالوا أما القراءة فقال في المدونة قال ابن القاسم: إن صلى من يحسن القرآن خلف من لا يحسنه، إن صلى من يحسن القرآن خلف من لا يحسن القرآن، فيعيد ذلك الذي يحسن القرآن أبدا، يعيد أبدا. وهذه مسألة خطيرة جدا، لأن الأمي أو العالم لا يصلي وراء الأمي، معنى الإنسان اللي عام ما يمكنش يصلي وراء، إذا كان من هو عالم فيجب أن يتقدم، إذا كان الإنسان يعرف يحسن باش يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين صورة من الصور ديال القرآن ويأتي بها كاملة فهو الأولى. طبعا العلماء تكلموا عن اللحن، اللحن بالإنسان اللي كيقرأ القرآن الكريم ويلحن فيه،
فاللحام كان اللحم فيه جوج الأنواع، كان اللحم الجلي وكان اللحم الخفي. اللحم الجلي، الجلي هو الظاهر، معنى لما كتسمعوا كتلقى بأن المعنى ديال القرآن تغير تماما، قرأ الفاتحة لكنه غير، يعني أنعمت عليهم ولا ما قالش أنعمت عليهم، أنعمت عليهم ولا هو اللي كينعم، مش ما فهم يعني. فأصبح أصبحت الكلمة مغيرة بمجرد أنه ضم التاء فتغيرت المعنى تماما. فإذا كان اللحن جليا ظاهرا بمعنى تتغير المعنى من القراءة، فهنا لا يجوز الإنسان أن يصلي وراء من كان عنده لحن جلي. اللحن الخفي هو بعض الأحيان يكون بعض القواعد ولا بعض المسائل ترقيق ولا التفخيم ولا هذا، فهذا يجوز في هذه الحالة هذه، ولكن يجب عليه أن يتعلم حتى يحسن القراءة ويحسن عن القواعد. قال مالك رحمه الله، قال الإمام سحنون في المدونة، قال مالك، إمام مالك رحمه الله يقول: من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود، واحد مثلا كي يصلي بالناس وكي يجيب القراءات معنى اللي فوق القراءة السبع، يصلي بالقراءات الشادة، والقراءة الشادة عندما يصلي بها الإمام في صلاته فقد بطلت الصلاة، لأن يعني القرآن الكريم فيه يعني سبعة القراءات وربما وصلوا إلى عشرة القراءات. هذه السبعة القراءات يجوز أن نصلي بهم في الصلاة، ولكن القراءات العشرة الشواذ فهذا ما يجوز الإنسان، مش يمكن يجي يقول أودي معليش أنا راي فاهم وقاري ونجيب لكم قراءة الشدة، وهذا راه مشروع ما دام هو قرآن، فقراءة الشدة تبطل بها الصلاة. مثلا عندما يأتي الإمام ويقرأ الفاتحة الحمد لله غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، ويقرأ براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يعني في قراءة شادة يقول بهاءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة هلال، أربعة هذه قراءة شادة يعني موجودة، ولكن يجوز إنسان يعرفها تعينه على التفسير، تعينه على فهم لغة العرب لأن القرآن نزل بلغتهم، ولكن لا يجوز أن يصلي بها يقرأ بها الإمام في المحراب. ومن قرأ بالقراءة الشادة في المحراب فصلاته باطلة. وعلى فكرة أيها الأحباب أن الإمام الأحسن أنه يقرأ بقراءة القوم، يقرأ بقراءة الجماعة التي تصلي وراءه. إذا كنت أنا الناس عندي كلهم في شمال إفريقيا قراءتهم قراءة ورش، وما غاديش نجيب قراءة أخرى، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم. حتى عوام الناس لما يسمعوا هذا الشيء يقول واش هذا قرآن ولا شيء، هذا كلام الله ولا كلام أخر. هذا يحتاج يعني إلى العلماء، يعني حتى لما تجي تشرحوا زراط ولا صراط عليهم غير المغضوب عليهم معناها قراءة صحيحة، ولكن عندما تأتي بشيء يفوق طاقة الناس وقدرة الناس فهذا أصبح فتنة له، أصبح هذه فتنة. ولكن عندما تكون مع الطلبة مع طلاب العلم الذين يزيدون في العلم ويبحثون فيجب عليك أن تأتيهم بكل شيء، لأن مطلوبه الفهم والمعرفة. والقرآن ما دام القرآن نزل بسبعة أحرف، وهذا يعني وقع في كثير من المساجد، كان بعض الأئمة لكل خطرة يجيب لهم قراءة بأنني بمعنني أنني أحسن القراءة السبع فأنا أمكم بقراءة السبع، والناس هذو أصبحوا مفتونين كيجوا عندي هنا يقول لك ودي احنا روح صلى بينا وقال لك صراط المستقيم صراط الذين، وهذا ما عمر سمعناه، انا عندي 60 سنة و70 عام و80 ما سمعت هذا. نقول ودي فعلا القراءة صحيحة والصلاة صحيحة ماشي بطلت، ولكن هذا الإمام الله يهديه يتمشى على قد الناس، وكل ماشي غير القرآن حتى في الحديث، كل حديث تال حديث لما تجيب الناس فلسفة وتشرح لهم واحد الفهم يعني ضيق ويعني رموز إلى آخره فتفتن الناس. فلذلك أيها الأحباب
قال الإمام مالك: من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود فليخرج ويتركه. وقال ابن القاسم رحمه الله من الفقهاء المالكية: فإن صلى خلفه أعاد أبدا، يعيد الصلاة أبدا إذا قرأ بقراءة شدة، لأنها مخالفة لمصحف عثمان. سيدنا عثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن جمعه هذا الشيء اللي كان قرأوا به. وأما الفقه يعني الإمام أبو عباس القباف في شرحه القواعد لا يريد بالفقه هنا معرفة أحكام السهو، يعني مش نقول الفقيه الإمام خص يكون فقيه أنه يعرف يعني المسائل الفتوى ومسائل الأصول الفقه تفسير الحديث، ويجب على الإنسان أن يكون ملم بهذه الأشياء كلها. هذه مسألة عادية خص ناس مختصين، لكن هذا كنتكلموا على الصلاة يعرف بما يحسن به صلاته، خصوصا القراءة، الركوع، السجود، الفرض، السنة، يعني حتى إذا وقع له زيادة أو نقصان يحسن صلاته ويصلحها. أما إذا لم يعرف فيمكن أن يقول يوما نعود من جديد. قال لك واحد دخل إمام يخطب وجاء متأخر، يعني الناس صلوا الجمعة لما يعني كمل يعني مشى بحاله، قال لي الإمام علاش مشيت؟ قال له ودي خصني نعود الصلاة من جديد. عرف أنه يدخل مع الجماعة ويرقع الصلاة ديالو ويفهمها من جديد وتكون صحيحة. ولا يشترط تعيين الواجبات من السنن والفضائل. الخامس أيها الأحباب كونه غير فاسق، كونه غير فاسق معنى الإمام هذا اللي غادي يصلي بنا ما يكونش يعني فاسق. والفسق العلماء قالوا وهو شامل لفسق الجارحة من شرب الخمر أو زنا أو سرقة، هذا إذا وقع الإنسان أنه زنى أو سرق أو شرب الخمر فالصلاة وراءه مكروهة ماشي بطلة. ولكن عندما يكون الفسق بالعقيدة، لأن الفسق في جزء الأنواع، فسق بالجوارح إما باللسان إما أنه يشرب إما أنه يزني إما أنه يسرق، الصلاة هذا وراء الصلاة مكروهة. إذا كان من هو أحسن منه هذا مزيان، ولكن إذا لم يكن فنصلي وراءه وتعتبر الصلاة صحيحة، لأن الإمام مالك رحمه الله صلى وراء الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف كان معروف بشربه للخمر إلى آخره. ولكن عندما يكون أيها الأحباب الفسق بالعقيدة، الفسق الاعتقادي، الفسق الاعتقادي شنو هو الفسق الاعتقادي؟ كالذي يعتقد الذي ينكر الإيمان بالقدر. المعتزلة يؤمنون لا يؤمنون بالقدر، وهذا من أركان الإيمان. يقول لك معناه يعني أنت تقول لي الله سبحانه وتعالى هو المقدر لكل شيء، يقول لك لا لا أنا اللي كان أنا الذي أخلق الأشياء وليس الله. فلما يجي يقول لك من حمل الكأس، يعني يهز الكأس يقول لك من حمله، أنت تقول لي الله، لا هو يقول لك مش الله أنا اللي. فهذا يؤمن بالقدر خيره وشره، ويؤمن بأن خلق الأشياء الإنسان هو الذي يخلق الأشياء وليس الله. إحنا نقول بأن الذي يخلق الأشياء هو الله. من الذي وضع فيك الطاقة حتى حملت الكأس؟ الله. شكون يدير فيك الطاقة هذه ولا الفكر؟ من الذي أعطى لعقلك فكرا حتى أمرك اليد باش تحمل؟ الله. فهؤلاء القدريون الذين ينكرون القدر ويقولون بأن الإنسان هو الذي يخلق الأشياء وليس الله، هذا قدري لا يجوز أن نصلي وراءه. وهذا القدر يعني جماعة ظهرت التاريخ الإسلامي، حل جماعة اللي كان اليوم متطرفة كنسمعوا أسماء كثيرة، نفس المشكلة ظهرت، غير هذه كانت عالمة وهذه جاهلة، هذه كتضرب غير القتال والحرب والتفجير، أما هذه كانت عالمة لأنها تفلسفت وصارت تفلسف في الدين وينكرون أشياء من الدين فسموا بالمعتزلة. الاعتقاد، الفسق في الاعتقاد كالقدرية وكالجبرية. الجبرية هذه يقول لك بأن الإنسان مجبور، مجبور لأنه كالريشة معلقة في السماء، معني لا قدرة له ولا شيء، فالريح فيما جت تديه
وما عندهش حركة وما عندهش تفكير، لا يفكر ولا حتى شيء. الله سبحانه وتعالى خلقه بهذا، وهذا غادي نشرحوه إن شاء الله لما نبدأ جوهر التوحيد ديال الإمام اللقاني. فهؤلاء الذين فاسقين بالاعتقاد كالقدريين وكالجبريين، فاشتراطوا، يعني إن قلنا بأن هؤلاء كافرين، لأن حتى في الحكم عليهم واش هم كفار ولا لا، إذا قلنا بأن هؤلاء كافرين فلا يجوز أن نصلي وراءهم تماما. ولكن هل يدخل في هذا أيها الأحباب يعني الاعتقاد اليوم، الاعتقاد يعني الفسق في الاعتقاد يدخل فيهم الشيعة مثلا؟ فما يمكنش أبدا. الشيعة حتى لو كان عندهم مسائل نخالفهم فيها فهذه يحتاج إلى إصلاح، وراء هذا ماشي غيرهما. حتى بعض الصوفية عندنا مثلا في عندهم بعض بدع محرمة وبدع يعني اللي خالفوا فيها قال يعني الإجماع ديال الأمة، وعندهم الحلول، يقول لك يعني الله أنا وأنا الله، الله أنا والله أنا وأنا الله، هذا يسمى لهم الاتحاد. وعندهم الحلول أن الله سبحانه وتعالى يحل في جسم إنسان، هذه ظهرت حتى عند أهل السنة والجماعة، وهذا يحتاج إلى إصلاح. فلذلك ما يجوز أبدا أن نكفر هؤلاء، إنما نصلحهم وندعو لهم بالهداية حتى يرجعون إلى هذا، ويعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي أرسله الله رحمة للعالمين ليس عليا. يعني كان فيهم الذي يعتقد بأن علي هو أولى بالنبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. طبعا مش كلهم، يعني فرقة منهم ظهرت. فطبعا إذا اشترط عدم فسقه فاشتراط عدم كفره. لما نقول هذا الإنسان غير فاسق فهو غير كافر، هذه نقطة أساسية. فيشترط كونه مسلما غير فاسق لا بالجريحة ولا بالاعتقاد، لا بالجريحة ولا بالاعتقاد. والأحسن يقول الفقهاء أن لا يعد هذا من شرط شروط الإمامة. بعض الناس يقول لك ودي راني مخصم مع الإمام، قال لك أنا مدبز أنا والإمام، وكيفاش أنا مدبز معاه ما كنتكلمش معاه ونصلي وراه؟ إذا كانت المدبزة هذه طبيعية ما كانش مشكلة، السلام عليكم السلام وخرج بحالك، ما كان مشكلة. يعني المدابزة ديال يوم ولا يوم ولا ثلاث أيام كاع الناس، حنا ماشي ملائكة. ولكن لما تصبح المدابزة على الدين، هنا فين كاين المشكلة؟ إذا رأيت في الإمام شيئا يخالف شريعة الإسلام، سواء في الاعتقاد ولا في هذا ولا يمكن. أما في المسائل أنت مخاص أنت وياه ضاربين على الأرض لأنه جارك، ومشيت للمحكمة ضاربين، قال لك ودي مادام أنا مشيت مع مخصم مع الإمام خصني نصلي، لا تصلي وراه ما كاين مشكلة، هذه مسألة عادية. والإمام ليس ملكا وليس رسولا وليس معصوما، إنما بحاله بحال الناس، يمكن يتخصم، يمكن يتدابز، يمكن يتقلق، يمكن يغضب، يمكن تقع عليه مناقشات مع الناس، هذه مسألة طبيعية. ولكن عندما يكون مخصم توية على مسألة دينية تتعلق بأمر الدين، أنت كرهته لأجل الدين لأن في خصلة تخالف الدين، هذه مسألة أخرى. أما المسألة الطبيعية ديال الدنيا وديال الخصومة وديال الجيران وديال الأولاد وديال العمل وديال الفلاحة وديال الزراعة، فالإمام مثله مثل الناس، يجي بحاله بحال الناس تماما. يعني فلذلك فلا يعد الإسلام ولا العقل لأنه مشترط، ولا خلاف في اشتراط الإسلام مختلفة في الكافر يتزيى بزي الإسلام. واحد يجي مثلا عند المسلمين يدير اللحية ويدير الرزة ويدير هذا ويبقى يصلي بهم يقرأ عليهم القرآن لأنه عقاري، يتزيى بزي الإسلام فيصلي فيكون إماما بالناس. وفعلا ظهر هذا في الدول ديالنا خصوصا شمال إفريقيا، جاء بعض الناس غير مسلمين وهو حافظ بعض القرآن، فاستغل ضعف الناس وصار إمام يصلي بهم مدة من 4 سنين و5 و10، ونهار شخص لهم رسالة لهم ودي
عاودوا الصلاة ديالكم راني ماشي مسلم. هذه وقعت. فهل هذا الإنسان الذي يتزيى بزي الإسلام فيصلي فإذا ظهر عليه قال فعلت ذلك خوفا؟ قال مالك معنى إلى شده المسلمين، تبين بأن هذا الإنسان يعني ماشي مسلم. وقالوا لي علاش دير هادشي؟ قال بدي انا خفت على نفسي وتقدمت خفت على نفسي. قال مالك في العتبية لا يقتل ويعيدون ابدا، يعني ما يضروا حتى شي واحد، ولكن الصلاه ديالهم يعيدونها عام ولا عامين ولا ثلاثه ولا اربعه، تعاد الصلاه هذه المده كلها اللي صلى بهم يعيدون الصلاه. وروي عن مالك يعني إن عثر به استثيب كالمرتد. وقال سحنون إن كان بموضع يخاف على نفسه فضرأ بذلك عن نفسه وماله لم يتعرض له. وقال الباجو، وهذا كلام كثير جدا فيما يخص في الإعادة للإمام صحة إمامة الفاسق. إمامة الفاسق فيها كلام كبير جدا. يقول ابن القاسم رحمه الله لا بأس أن يأم محدود صلحت حاله. وروي ابن حبيب لا يأم قاتل عمدا. هذا واحد القول من أقوال الفقهاء، قالوا من قتل نفسا عمدا في حياته يعني عمدا لا يأم وإن تاب. هذا ابن حبيب من الفقهاء المالكية، قال حتى لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يكون إماما بالمسلمين. وقد جعل الإمام الخمي رحمه الله القتل من مثل ما تعلق له بالصلاة، فصحح الصلاة يعني خلف القاتل. وهذا الإمام لما نقوله يعني خص يكون عاقل وبالغ وكل شيء، باش تكون الصلاة ديالو صحيحة، لأن المجنون ما غاديش يمكن يصلي بالناس وهو ربما ما شافش الوضوء ديالو والصحيح ولا لا، ما شافش الثياب اللي غادي يصلي بها بالمسلمين هل هي طاهرة أم لا. إذا كان مجنون غادي هاد الأشياء كلها ما تكونش عليه، ما غادي يشوف الوضوء ديالو صحيح، ما غاديش يمكن يشوف الثياب اللي غادي يصلي بها هل هي صحيحة أم لا. فلذلك يعني الفقهاء رحمهم الله قال من فسق الإمام أن يكون فاسقا صلاته بالناس وهو محدث متعمدا. صلاته بالناس وهو عليه حدث متعمد، جاي من الدار ديالو بالوضوء قالوا سيدي معليش وصل وقت الصلاة تقدم يصلي بالناس، غير ماشي يقول الجماعة وإني إمام هذا راه قيم العمل، ولكن ما شافش بأن أنت تصلي بهم بالوضوء وغدا يوم القيامة كيفاش هما الصلاة ديالهم صحيحة، ولكن أنت ستحاسب عن كل واحد منهم واحدا واحدا. معليش لما تحس براسك بان ماشي وضوء تقطع الصلاه ولا تجر واحد من الجماعه، وحتى اللي بغى يتكلم يتكلم ما فيش، اللهم يتكلموا في الدنيا وتمشي مهني في الاخره، ولا غادي تدوزها هنا في الدنيا ولا تجي تعالى تعالى يحاسبك الله سبحانه وتعالى. قال مالك واذا صلى الجنب، لان الانسان اللي عليه الجنابه، واحد انسان ترتب عليه الجنابه صلى بالقوم ولم يعلم عن الجنابة وما عرفش نسى، ثم تذكر وهو في الصلاة في أثناء الصلاة استخلف غادي يقدم واحد يجر واحد من الجماعة باش يكمل بالناس وهو يمشي يدير الغسل ديالو، وإن لم يتذكر معناه إذا كان عليه الجنابة وصلى بالناس يعني صلاة وسلم وتفرقوا الناس كل واحد مشى للجهة ديالو، وهذا الإنسان فصلاة من خلفه تامة، ذوك الناس اللي صلوا وراه الصلاة ديالهم صحيحة، ولكن هو يجب عليه أن يعيد الصلاة وحده. كاين الفرق بين لما يتذكرها في وسط الصلاة يستخلف، ولما يكمل الصلاة ديالو هو ناسي وعليه الجنابة والناس تفرقوا ما غاديش يقدر يجمعهم مرة واحدة مرة أخرى، فصلاتهم صحيحة وصلاته هو يعيدها من جديد، يعيد صلاته من جديد.
هكذا يقول الفقهاء رحمهم الله. وإن صلى بهم ذاكرا للجنابة، صلى بهم من الأول ديالهم، من اللي قال الله قبل ما يقول الله أكبر، ولا حتى لبغوا الصلاة فكر جاتوا الجنابة بأنه محيث جنابة، فصلاتهم كلها فاسدة عليه وعليه. إلى الذكر قبل ما يدخل في الصلاة، ولا الذكر في وسط الصلاة بأن عليه الجنابة، وتما هذا قال لي معليش الناس غادي يضحكوا عليا، والناس غادي يقول هذا الإمام هذا راه مدوخ، اللهم سلت ما نصلي بهم بلا معليش. فإذا تذكر بمجرد تذكر التمادي، تذكر وتمادى بدون أن يصلح، فأصبحت الصلاة باطلة عليه وباطلة عليهم، سواء كان هذا جاهلا أو كان مستحيا. ولكن هما ما عندهم باش يجيبوا الخبر. هو دروك خصو كلما تلاقى مع شي واحد يقول لي عاود الصلاة. كلما تلاقى مع شي واحد يقول لي عاود الصلاة ديالك، راه الصلاة كاين وكاين وكاين، مشكلة يعني. ها؟ سواء كان جاهلا ما يعرفش أو مستحيا ولا حشم، قال ودي ما، سواء كان جاهلا أو مستحيا فقد أفسد عليهم. وهذا هو اللي كنتكلموا بأن الشروط ديال الإمام راه صعيبة، ماشي سهل باش يكون يعني الإنسان هكذا يتقدم بالناس، لأن تحمل مسؤولية كبيرة جدا ديال الناس، وخصوصا أنت لما تقول السلام عليكم كل واحد كياخذ السيارة ديالو كيزي، واحد مشى لسواسون، واحد لباري، واحد شنو غتجمعهم؟ ها؟ واحد شاف الطيارة ما عارفين زاد، مشكل كبير جدا، كيف دير تجمعهم؟ صعيب. فلذلك الإنسان يجب عليه أن يتحرى عن المسألة هذه قبل أن يدخل في التكبير، وما يزرفش باش اللهم إذا جاءت حاجة فوق الطاقة ديال الإنسان، فوق العقل ديال الإنسان، نسي الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والقرآن الكريم يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. عندما القلب يتعمد هو المشكلة، ولكن إذا خطأ الإنسان ونسى وفات الصلاة فهذه مسألة الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا. طبعا يعني هذه كلها أيها الأحباب تفسد الصلاة، تفسد الصلاة. أما المخالف في الفروع، مخالف في الفروع، من لما تصلي وراء واحد الإمام الذي يخالفك في الفروع، يخالفك في الفروع، لأن الصلاة مثلا لما نمشيو نجيبوا الصلاة ونجيبوا المذاهب، احنا قاع الفروض راح متفقين عليها، ولكن الفروع احنا مختلفين فيها. لما تصلي وراء الشيعي مثلا إذا كتشوفوا القنوات، لكن واحد فرق كبير جدا في الصلاة ديالنا مع الصلاة ديالهم، مع أن الفرائض كيف لكن نختلف في الفروع. هذا الاختلاف في الفروع أيها الأحباب حتى في المذاهب، ماشي غير الشيعة مثلا، حتى بين السنة بين المذاهب، يعني السنية عندما تصلي مثلا وراء إمام، يعني إمام عنده مذهب الحنفي، تمشي للجامع ديال الأتراك هنا مثلا، المسجد ديال الأتراك، تصلي وراهم، ما عندهمش الخضوع، ما عندهمش الإطمئنان في الصلاة، الإطمئنان ليس فرضا في صلاتهم، إنما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكان غيزر السلام عليكم، وكان شيء الصلاة كي. لماذا؟ ربما بعض الناس يقول لك ودي هذو راهم واش هذو كيلعبوا؟ لا، هذا عندهم دليل، لأن المذهب الحنفي ليس شرطا عنده الإطمئنان. فهم يا أخي؟ هذا ليس شرط عندهم الإطمئنان، إنما بمجرد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا، والصلاة غادي عندهم واحد السرعة والسلام عليكم. لكن في المذاهب الأخرى مثلا في المذهب المالكي، أن من شروط أو من فرائض الصلاة، من فرائض الصلاة الإطمئنان، لا بد أن تطمئن الأعضاء، الله أكبر، حتى الأعضاء ديالك يطمئنوا، اللي تقول سمع الله لمن حمده، والعضاء ديالك يتمنوا تقول الله أكبر، ماشي غير الله أكبر الله أكبر سمع الله، لا
فالإمام رحمه الله قال هذا المخالف في الفروع الذي يخالفون أو يخالفوننا في الفروع ماشي في الفرائض. فحكى المازري الإجماع على إجزاء يعني إجزاء الصلاة خلف الأئمة المختلفين. معنى إذا صلينا وراء إمام من أئمة الحنفية الهنود والباكستانيين ولا الأتراك اللي عندهم المذهب الحنفي عندهم واحد السرعة في الصلاة يجوز، لأنه إن كان كل مجتهد يعني مصيبا فواضح هذا هو اجتهاد. مسألة علاش الحنفية عندهم يعني مسألة اجتهادية، الإمام أبو حنيفة اجتهد في هذه المسألة وقال بأن الاطمئنان ليس واجبا. السادس كونه غير الحان، أن يكون هذا الإمام غير لحان، وقد تقدم ما في الشرط. الرابع لأنه مفهوم أحد. السابع كونه غير مقتد بغيره، فمن ائتم بمأموم بطلت صلاته. واحد مثلا يدخل الجامع ويش يصلي مع الجماعة، فواحد من الجماعة اللي جاوا باش يصليوا جا مسبوق فاتوا الإمام بركعة مثلا، لما سلم الإمام قام هذا المسبوق باش يجيب الركعة ديالو، دخل رجل آخر وجد هذاك الإنسان كيصلي كيجيب الركعة ديالو، أش دار هذا الإنسان؟ هذا دخل معه في الصلاة كيتسحبوا كيصلي وحده أصبح مقتد به، فعندما أصبح مقتد به بطلت صلاته. علاش؟ لأن هذاك اللي كتصلي به ديجا هو عنده النية ديال الاقتداء، هو مقتد بإمام سلم وأنت جيت اقتديت به، وهذا لا يجوز. فلا بد أن تكون النية الاقتداء بإمام واحد لا بشيء بإمامين، وهذاك اللي غادي تقتدي به هو الإمام حقيقي. اللهم إذا هذا الإنسان اللي غادي يعني دخلت أنت مقتدي به وقع له خطأ في الصلاة، مثلا وقع له يعني حدث ولا تفكر بأن عنده نجاسة في الثياب دياله، فهذا يجر واحد الإنسان فلا بأس. ولكن لما يكون الإنسان مسبوق يعني دخل ولقى الإمام فاتوا بركعة، ولما سلم الإمام ناضي يجيب ديك الركعة، دخل واحد آخر لقاه كيصلي الركعة ديالو كيجيب الركعة ديالو كيتسحبو كيصلي وحده، فدخل معه في الصلاة فلما صلى فيجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. ولا مثلا واحد دخل مع الإمام فاتوا بركعة ولا ركعتين، لما سلم الإمام قام يأتي بالركعة ديالو ولا اثنين، جاءت جماعة تصلي لقاو كيصلي كيتسحبو كيصلي وحده، صلوا وراه جماعة بنية الاقتداء، فعندما سلموا سلم الإمام سلم على الإمام ديالهم نادوهما جابوا كأن هذا إمام ديالهم في الأول، فهذا إذا صلوا خصهم يعيدوا الصلاة من جديد. علاش؟ لأنه لا يجوز في هذه الحالة هذه باش تقتضي واحد الإنسان اللي هو كان مأموما. إذن هذه كلها أيها الأحباب أحكام لا بد أن نفهمها وأن نعرف هذه الأشياء باش تكون الصلاة ديالنا إن شاء الله صلاة صحيحة. وهذه الشروط 70 يعني شروط 7 هي في صحة الإمامة، باش تكون الإمامة صحيحة لا بد أن تتوفر هذه الشروط باش يكون الصلاة ديالنا صحيحة. قال مالك: ولا يؤم العبد في حضري، العبد إذا كان إسكلاف هذا مثلا كان عبد كما كان قديم هذا لا يجوز أن يكون إمام في الجمعة ولا في المساجد ولا حتى شيء، لأنه هو ليس حرا، لا بد أن يكون حرا. فإذا صلى المسلمون وراءه فيجب عليهم أن يعيدوا الصلاة من جديد، إلا أن الإمام مالك رحمه الله يقولها لهم هذا كما بقاش الحمد لله تهنينا اليوم ما بقاش الحج، هذا العبيد الناس أصبحوا أحرار اليوم، ماشي العبد هو الأسود، لا هذاك اللي صلى اللي مأموم وجوز صلى وموره ولا ضروري هذاك يخص يقولها لهم طبيعة الحال، لأن خمسة الحوايج خصين فيهم الإمام:
إمام. أولا صلاة صلاة المستخلف، أنه لما دخل جر الإمام كان دخل مأموم باش يصلي وراء الإمام، والإمام وقع له خطأ وجروا هذاك الإمام باش يكمل الجماعة، فخصو يغير النية ديالو من مأموم إلى إمام. إذا لم يغير نيته من مأموم إلى إمام فيجب عليه أن يعيده الصلاة. لو فرضنا أنه صلى بذلك النية اللي دخل بها بأنه مأموم بقي على حاله، ولما جروا الإمام قاع الحالة ديالو ما غيرهاش، فيجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. الصلاة ديال الجماعة صحيحة ولكن الصلاة ديالو خص يعودها. ولذلك قالوا خمسة ينوي بها الإمام إمامة ليحصل المراد: صلاة المستخلف، صلاة الخوف، صلاة المطر، صلاة النساء، صلاة الجمعة. هذا لا بد أن تكون واحد يصلي بالنساء فقط، لا بد أن تكون عنده النية بأنه إمام بالنساء خاص. صلاة الخوف لما ندخل صلاة الخوف كان في الحرب، فلا بد أن تكون النية خاصة كذلك بصلاة الخوف. صلاة الجمع معناه ما إنسان يجمع بين الصلوات في بداية الصلاة، بتجمع بين الظهر والعصر ماشي حتى تصلي الظهر يقول لي معليش هادشي انا نصلي الظهر نزيد نتبعوا الجمعه، لا نسبوا العصر، لا الجمع النيه هذه تكون من بدايه الظهر. ملي صلي الظهر تنوي بانك غادي وتقول للناس احنا ان شاء الله على نيتي الجمع، احنا نريد ان نجمع حتى الناس يكون عندهم النيه، ماشي الناس يقول لي معليش سيدي احنا صلينا الظهر ونزيدوا له العصر احنا باش نجمعوا. لا بد ان تكون النيه من بدايه الصلاه، اي بدايه الصلاه الظهري ثم صلاه العصر. كذلك ولا بد ان العبد كما قلنا لا يجوز ان يكون اماما في الصلوات الراتبه صلاه الجمعه، ولكن الامام مالك رحمه الله في قول له قال يجوز ان يكون إماما في صلاة التراويح رمضان القيام إذا كان يحفظ القرآن الكريم، فإمامته في الجمعة باطلة، واتخاذه إماما راتبا في غير الجمعة مكروه حتى لا يقال يتكلم فيه. لماذا علاش حتى لا يتكلم فيه الناس؟ لأن لما يتكلم فيه الناس ربما هو ناقص وفيهم شيء حر إلى آخره. وهذا والحمد لله يعني أصبح اليوم هذا غير موجود لأن هذه المسألة دي ما بقتش. كذلك فلا تصح الجمعة خلف المسافر، كان الإنسان يعني مسافر كذلك ما غاديش نصلي وراه. واحد يجينا مثلا من اليوم باش يصلي بينا الجمعة هنا، ولا من الليل مسافة ديال 84 كيلومتر باش يصلي بالمسلمين الجمعة، هذا الصلاة ديالو في المذهب المالكي لا تصح، لأن خص يكون مقيم وليس مسافر. وهو ديجا مادام هو مسافر فليست الجمعة واجبة عليه، ولكن إذا صلاها فهي لا يعيد الظهر، فلا بد أن يكون مقيما على الأقل يعني أقل من ربع أيام. غادي يقعد في ديك المدينه اللي غادي يمشي ليها يقعد فيها مقيم عنده النيه باش يقعد اكثر من ربع ايام، اما اذا غادي يقعد اقل من ربع ايام فلا يجوز ان يكون اماما. اذا هذه الشروط ايها الاحباب. العلماء رحمهم ابن عشير تكلم عن هذه المسائل وقال شرط الامام ذكر مكلف آت بالاركان وحكما يعرف ويعرف حكما وغير ذي فسق، احنا تكلمنا على الفسق، ولحن ما يكونش اللحن سواء كان الجلي ولا كان خفي، بمعنى ان القراءه تتغير بقراءته. اللهم اذا كانت عنده اللقصه هذه بحال الاخوه الفرنسيين ولا افارقه ولا هذا، فغير بشرط انه خصنا يتعلم شو يتعلم. في جمعه حر مقيم، أن يكون حرا مقيما كذلك، هذا من الشروط ديال الإمام. الشروط ديال الإمام اللي غادي يصلي بها يكون هذه الشروط كلها، ما يبقاش واحد يجي يقول لهم ودي راني صلي بكم اللي بغى هو هذا، كل ما بغاش فسلام عليه. كاين بعض المساجد يديروا هذا الشيء، والإمام هذا لا يحسن القراءة ولا يحسن
لا الركوع ولا السجود ولا لا يفرق بين الفرض ولا السنة، ويقول للناس اللي يبغى يصلي هو هذاك يا أخي هذه مكانة رسول الله، والمكانة ديال الرسول خص يكون فيها شروط، وهذه الشروط هذه ضرورية باش لأن هذه احنا صلاتنا تصح كما قال بعض الفقهاء، قال صلاتنا تصح بك وأنت بمن تصح صلاتك، هذا سور الإمام، صلاتنا تصح بك وأنت بمن تصح صلاتك، قال لهم برسول الله. طبعا الصلاة دياله تصح بماذا؟ بصلاة رسول الله، لأن الرسول قال صلوا كما رأيتموني وصلوا، فهم مقتدين بالإمام، ما يمكنش أبدا يخرجوا عن الإمام في الركوع ولا السجود ولا لا أي شيء، مطلوب من الإنسان أن يتقي حتى لو كان يعرف، إذا قال الإمام الله أكبر قل الله أكبر، إذا قال سمع الله حمده قل ربنا والحمد، إذا قال السلام عليكم قل السلام عليكم، شو يقول أنا باقي ما كملتش التحية، ولا بعض الناس يقول أنا باقي ما كملتش الفاتحة ولا ما كملتش السورة، والإمام نزل إلى الركوع ومازال هو كيقرأ، هذا مخالف، ربما أنت تريد أن تكمل السورة لكن خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، وربما الصلاة تصبح هذه الركعة تصبح باطلة، صور واحد مثلا قرأ وراء الإمام فاتحة الصورة، الإمام كمل الفاتحة ديال الصورة وقال الله أكبر، ولكن المأموم اللي كيصلي وراء الإمام باقي ما كملش الصورة دياله في الاعتقاد دياله بأنني ماذا ما كملت الصورة فخصي ما نقولش الله أكبر تنكملها، فهو بقى كيقرأ الصورة دياله، الإمام نزل إلى الركوع وعاود قال سمع الله الحمد لله، وذاك المأموم ما زال وقف يقرأ الصورة، إذا في السويدر هنا في هذه الحالة ها؟ حاج وخادين جولي جو السؤال إن شاء الله جزاك الله خير. معنى الإنسان هذا قرأ الفاتح، الإمام قرأ الفاتحة والصورة وركع الله أكبر، المأموم باقي ما كملش الصورة دياله، في الاعتقاد دياله قال بأن ما كمل الصورة خصي ما ركعش تنكمل الصورة، الإمام لما ركع سمع الله الحمد لله باقي المأموم وقف ما جاش الركوع عليه، واش عنده هاد السيدة هذا يجب عليه أن يتمادى مع الإمام في صلاة، ولما يقول الإمام السلام عليكم خصو يعاود يجيب الركعة كاملة، يجيب الركعة كاملة ويدير السجود بعدي، يدير السجود بعدي، علاش يدير السجود بعدي؟ لأن هذه الركعة كلها الأولى زيادة، فلذلك يجب على المسلمين أن يتنبهوا لما نصلي وراء الإمام، راه الإمام كيحمل عليه كل شيء إلا جوج الحوايج اللي ما كيحملهمش، وهما شنو؟ التكبير يعني تكبيرة الإحرام والسلام عليكم، السلام عليكم، الإمام يقول السلام عليكم ما تقولش انا غنخرج بالسلام ديال الامام وخا ما نقولهاش، لا تقولها، ولما يقول السلام عليكم وخا ما تكملش التشهد قول، لان التشهد ديال الامام لما قالوا راه هز عليك، القراءه ديالو لما قرا الامام يكفي، سواء قريت انت ولا ما قريتش، لو فرضنا انك دخلت في الصلاه من اولها الى اخرها بدون ان تقرا ولو ايه من القران الكريم مثلا في الصلاه السريه، فقراءه الامام قراءه العموم، هذه القراءة اللي قرأ الإمام راه هي القراءة ديالك، إنما لما يقول الله أكبر قول الله أكبر، قال سمع الله بحمده قول ربنا لك الحمد، قال السلام عليكم قول سلم، ما تديرش بالسفة وتقول أنا خصني وخص وكذا وكذا، إلا مقتدي بالإمام غادي يتبع الإمام، وإلا ما مقتديش بالإمام صافي غادي ينوض راسي. هذو كاين بعض الإخوة أنا رديت لهم البال، لما يصلي وراء الإمام، الإمام نزل من قام من السجود الله أكبر ومازال هو كيقول سبحانك يدعي كيطلب الله في اعتقاده بأن الطلب هذا ديال الله هو التقرب إلى الله، التقرب إلى الله هو خصك تقتدي بالإمام، الحالة هذه لما تكون وحدك طيال السجود طيال الركوع طيال القراءة كما تحب، ولكن لما تلتزم بالجماعة ديال المسلمين مع الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا ركع إلى آخر الحديث. فيما يخص السؤال اللي قال الحاج
معنى الفيستا ديال الجلد الحجاب ها فيستا ديال الجلد معنى الجلد هذا إذا كان من خنزير فلا يجوز الصلاة به وإذا كان من حيوان مذبوح فهذه مسألة معروفة إذا كان ميتا حيوان هذا مات ميتا ماشي مذبوح وذبح فالدم ديالو راه كيمكن يزول عليه هذه الحرمة هذه ويجوز للإنسان أن ينتفع به اللهم الخنزير فلا يجوز للإنسان أن ينتفع بجلده ها سواء كان مذبوح ولا ماشي مذبوح ما تذبحش عليه تقول بسم الله وتقول الجلد راه ديالو غادي يصبح حلال ها الشيخ خليل رحمه الله قال وشعر من خنزير إن جز إلا الشعر دياله الشعر ديال الخنزير هو قال الشيخ خليل قال من خنزير إن جز جز معنا إلا تقطع بالمقص إذا كان عندنا فيه فائدة أما الجلد دياله فلا يجوز الحيوان اللي هو حلال إذا كان مذبوحا فالجلد يجوز أن يلبسه الإنسان طبيعي وإذا مات ميتة يعني غير مذبوح وأخذ جلده ودبخ دوزناه في الدباغة فيمكن نصليه به وما كانش مشكل ويعتبر ذلك مشروع جائز في الإسلام إن شاء الله إذا ما كانش على بالنا فإحنا نأخذه على بالنا إن شاء الله أنا كل حاجة اللي ما يعرفهاش الإنسان يأخذها على الحلال هذا هو أحسن إذا كنا أخذنا هذه القاعدة هذه ما تشدوش في الدين إذا ما عندكش حاجة مثلا ما عندكش وسائل باش تعرف تأخذها على الحلال ولبس إن شاء الله ما دام هو مذبوح الخنزير هذه راه مكتوبة راه كيكتبوا اليوم راه كل جلد كيقول لك مالاش مصنوع ولكن الجلود الأخرى فناخذوها على الحلال إن شاء الله بنية الحلال والله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه ولكن عندما تصبح عندنا نية حلال ولا حرام راه مشكل فغادي نعيشوا مضطربين في حياتنا لا هذا هذا قلنا عن فيما يخص السحر هذا شنو هو الانواع اللي هي محرمه فيه يعني السحر اذا كان يستعمل الخط الرملي والخط كما يقول الزناتي والخط هذا وينظر الى المستقبل والى اخره هذه مساله اخرى ولا يفرق بين الرجل والمراه فما الاحسن انه يتجنب الامامه واذا كان يعني الرقيه الشرعيه هذه مشروعه في الاسلام هذا هو الاساس يعني ما ندخلوش في هذه المزائل كلها السحر راه باين اللي هو محرم يفرق الانسان به بين المرء وزوجه والله عز وجل قال في القران الكريم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فيما يخص هذا النوع من التفريق بين الرجل والمرأة أو تعليم يعني الخط يعني الزناتي والخط الرملي أو الخطوط المعروفة عند الهنود لأن السحر أغلبه أخذ من الهنود حتى من اليهود مثلا أو من البابليين فكاين بعض الجداول عندما يكتبها الإنسان وربما تجي تحل الرموز ديالها تجد بأن فيها أسماء الجن وأسماء الشيطان وهي مكتوبة بخط هندي وتناقلها الناس من واحد إلى واحد بدون أن يعرفوا لا أساس هذا نوع من السحر وهذا نوع من التوسل بالجن والتوسل بالشياطين ربما فهذا لا يجوز محرم ما إذا كان ما يكتب قرآنا كريما أو آيات تتلى فهذا مشروع في الإسلام لأن كاين عندنا الرقية الشرعية اللي هي واردة من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله نعم نديروا بعض الأسئلة إن شاء الله تفضل الحاج عندنا الزيادة والنقصان في الصلاة
واش من السجود اللي نديرو؟ الى عندك الزياده والنقصان، واش الزياده ولا النقصان اللي عندك؟ زياده والنقصان بجوج. الانسان عنده زياده والنقصان في الصلاه، صلاه واحده. نعم، اذا كان الزياده والنقصان دائما يغلب النقصان. الى عندك صلاه واحده، الزياده والنقصان دائما تغلب النقصان، دير السجود القبلي. ولكن الزياده والنقصان شنو هو؟ اذا كان الزياده، اذا كان النقصان، نقصان السنه المؤكده. اما لما تقول لي مثلا النقصان نقص واحد الفرض، الصلاه باطله. خصنا نفرقوا بين هذا هو علاش كنتكلموا حنا على الفقه، نعرفوا شنو الزياده والنقصان. الزياده والنقصان اذا كان النقصان نقصان السنه المؤكده. اما من نقص من صلاته فرضا، مثلا ما قراش الفاتحه، فاتحه فرض لله، ولا دخل الى الصلاه بدون تكبيره الاحرام، ماشي تكبيره الركوع، تكبيره الركوع تكبيره السجود هذو غير سنن، لكن تكبيره الاحرام هي فرض، دخل الى الصلاه بدون ما يكبر، واش هذا غادي يمكن يصلحها بالزياده ولا النقصان؟ الصلاه ديالو باطله. واحد مثلا ما ركعش، العوض باش يركع حول السجود ديريكت، الركوع فرض. واحد انسان دار سجده وحده وناض، وهذا ما غاديش يقول لكم دير راني نسيت واحد السجده غادي ندير ليها يعني السجود القبلي ونصلح الصلاه ديالي. لا، يعني الفرض لابد ان ياتي به باش تكون الصلاه كامله. انما النقصان السنه المؤكده، والسنه المؤكده هما السر والصوره والجهر والجلوس، التشهد الاول والتشهد الثاني والتكبير والتحميد، هذو ثمانيه السنه المؤكده، ثمانيه. الى نقصنا واحده منهم نديروا لها السجود القبلي. الزياده الى زدنا في الصلاه مثلا الظهر ربع ركعات زدنا ركعه، وغادي ندير السجود البعدي. الى عندي سجدتين انا درت ثالثه، انا ندير السجود بعدي. ولكن لما نزيد المثل مثلا ربع ركعات صليت ثمانيه فوصلت الى ثماني ركعات، الصلاه باطله. اذا زدت المثل للصلاه، الصبح فيه ركعتين صليت اربعه، المغرب فيه ثلاثه صليت سته، فاذا زدت المثل للصلاه اللي صليت الصلاه باطله، غاديش يمكن تصلحها لا في السجود البعدي ولا اي شيء. اذا هذا هو الفرق بين الزياده والنقصان. الزياده كنديروها نديروا لها بعد السلام، والنقصان كنديروا ليه قبل السلام، ولكن النقصان لمن؟ السنه المؤكده. الزياده كنديروها لذا زدنا في الصلاه، لكن ماشي المثل. الله يوفقنا ان شاء الله. واحد قام الصلاه وبغى يصلي وخلفوا الفاتحه وفكر فيما قالش تكبيره الاحرام. إذا دخل الإنسان إلى الصلاة بدون أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة، يعني يسلم، يعني ما يمكنش يتمادى بواحد الصلاة باطلة. مفتاح الصلاة شنو هو؟ وتكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. التحريم ديالها شنو هو؟ التكبير، أنها التكبيرة هذه تحرم عليك ما كان حلال، الأكل والشرب والالتفات والكلام إلى آخره، كل ما كان حلال بمجرد قلت الله اكبر اصبح حرام. فانت دخلت للصلاه بدون تكبير ما يمكنش ابدا. تكبير باللفظ ماشي باليد. لو فرضنا ان الانسان دخل الى الصلاه باللفظ قال الله اكبر ولكن ما هزش يده، الصلاه صحيحه، لان رفع اليدين هو مستحب فقط. اذا نسي الانسان ان رفع يديه في اول الصلاه تكبير الاحرام، فما غادي يدير لها لا سجود قبلي ولا سجود بعدي، الصلاة ديالو صحيحة. ولكن لو فرضنا أن الإنسان رفع يديه بدون أن يكبر، بدون أن يقول الله أكبر، هنا كاين الصلاة، الصلاة باطلة. ولذلك الإمام لما يصلي بالناس كبر تكبيرة الإحرام زرب الله أكبر، مش ما تخليش الناس يفوتوك. إذا فاتك المأموم الصلاة ديالو باطلة. لما تقول يا الله، يا كاين الناس اللي غير سمع الله هو غير يسمع الامام قال الله الله اكبر، يعني مشكله اصبحت الصلاه ديالو باطله. وهذا من فقه الامام، من فقه الامام. شنو من فقه الامام؟ هو دخوله المحراب قبل ان تقام، قبل ما تقام الصلاه، كذلك
سرعة تكبير تكبيرة الإحرام وسرعة السلام. مثلا سرعة السلام كيف بعض الناس اللي ما يقول سلام غير السلام عليكم وراه خلاص هذاك مسكين بغى يتربع يمكن ضرور ولا حاجة في ساعة. فالإمام هذيك التسليمة الأولى خصو يجيب السلام عليكم باش ما يخليش المجال للمصلين أنهم تبطل الصلاة ديالهم. هذا من فقه الإمام. إذا وجدنا الإمام عنده هذه الأشياء فأصبح فهو الفقيه. فالله يحفظنا جميعا، الله يوفقنا وإياكم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ. نرجو رحمتك يا الله، نرجو رحمتك يا الله، نرجو رحمتك يا الله. اللهم صل أفضل صلاتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.